نعرف وزارة النقل أساساً بتعتمد في مواردها المالية في التطوير على إيه؟ يعني لازم المواطن يعرف في الأول هي بتعتمد على إيه في مواردها المادية عشان لو احتاجت تطور أو تعمل صيانة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما اسمحي لي حضرتك، بس قبل ما اجاوب على السؤال بتاع حضرتك، في رقم حضرتك قلتيه او رقمين ممكن اتفضل تصحيح حضرتك. بسيط كده فيهم. أي مرفق مترو الانفاق بينقل اكتر من 2 مليون، لا هو بينقل حوالي 2 و 3 ارباع مليون، يعني حوالي تمام، هيقرب من 3 مليون. قرب من 3 مليون راكب في اليوم. ففعلا زي ما حضرتك قلتي ده مرفق حيوي جدا ومهم جدا طبعا لمنظومة النقل داخل القاهرة الكبرى. ما نقدرش نتخيل نفسنا في مصر من غير مترو أنفاق طبعا. بالظبط، ده الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، حضرتك قلتي إن مديونيات الشركة وصلت ل 250 مليون جنيه. تمام، أنا عايز أقول لحضرتك، يمكن حضرتك قريتي أول سطر في الجدول اللي إحنا كنا محضرينه لل 250 مليون جنيه يا فندم، ده ديون شركة المترو ايوه لجهة واحدة فقط وهي شركة الكهرباء أو وزارة بس. الكهرباء. 250 مليون، امال ده المجمل؟ إحنا عندنا ديون بتقدر ب 350 مليون جنيه، وعندنا خسائر بتقدر ب 618 مليون جنيه. تاني يا فندم معلش، الديون بتقدر؟ ديون لناس خدنا منهم حاجات او خدمات زي الكهرباء ايوه ولسه ما دفعناهاش ب 350 مليون جنيه، 350 منهم مليون. 250 مليون جنيه لشركة الكهرباء. عندنا خسائر بتوصل ل 618 مليون جنيه، ودي خسائر متراكمة على مر سنين. السنين اللي فاتت. المليون الثانية مش للكهرباء، لحاجات متفرقة أخرى أو لمين؟ احنا عندنا في شركة نظافة متعاقدين معاها، في شركة أمن متعاقدين معاها، في شركات صيانة بتعمل صيانة للإسكليتورز أو السلالم الكهرباء. الناس ديت بيبقى ليهم في اتفاق إن كل شهر بياخد كذا، فالحقيقة احنا عندنا ديون ليهم متراكمة بقالنا كذا شهر مش قادرين ندفع الكلام دوت. تمام. طبعا يعني وزارة الكهرباء علشان هي يعني جزء من الحكومة، فيعني نقدر نقول متساهلة معانا لغاية دلوقتي. لو ما كناش حكومة زيهم كان ممكن يقطعوا عندنا الكهرباء، بس احنا ما ينفعش نكمل واحنا عندنا كم الديون دول.